تشهد العديد من ولايات الوطن حرائق كثيرة في فصل الصيف، لا سيما الولايات الداخلية التي تحتوي على المساحة الغابية والمحاصيل الزراعية، ودائما ما تتعرض للإتلاف بسبب الحرائق. ولاية بومرداس واحدة من الولايات الداخلية التي تعرف الحرائق، أمر جعل مصالح الحماية المدنية تعلن عن إطلاق الرتل المتنقل مع تسخير أعوان الحماية المدنية. تم إعطاء إشارات انطلاق الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات يوم 20 جوان إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2023. هذه السنة كانت سنة استثنائية على غير السنة الماضية. الرتل المتنقل لحرائق الغابات يحتوي على أكثر من 900 عون بمختلف الرتب موزعين على عدة دفعات، كل دفعة تحتوي على 60 عون. معدات مادية حديثة تم تسخيرها في الولاية لمكافحة الحرائق في وقت وجيز، متمثلة في شاحنة الإطفاء والتي اختلفت أصنافها، والأجهزة اللاسلكية التي تسهل عمل الحماية المدنية في مثل هذه الحالات. معدات المادية المتمثلة في شاحنات الإطفاء متعددة الأصناف، كذلك سيارات إسعاف، أجهزة اتصال لاسلكية، وكذا عتاد إطفاء اليدوي. زيادة على هذا هناك برنامج تحسيسي وقائي كزنا فيها على المناطق الضر والمناطق الريفية. هذه الحملة التحسيسية تهدف إلى خرس ثقافة وقائية توعوية للمواطنين بهدف تفادي حرائق الغابات وكذا المحاصيل الزراعية. التوعية والتحسيس وغرس الثقافة لدى المواطنين بضرورة التبليغ عن أي شخص يقوم بإضرام النار في الغابات باتت من الأولويات لتسهيل عمل المصالح التي تقوم بحماية الثروة الغابية.